السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب تالتة ثانوي. إن شاء الله في الفيديو ده عايزين نفرم كل أفكار وكل حاجة خاصة بالدعامة في الإنسان. الدعامة في الإنسان مبدئيا كده، اللي بيكون مسؤول عن الدعامة في الإنسان هو الجهاز الهيكلي. فاحنا عايزين نشوف الهيكلي، عايزين نشوف مكونات الجهاز الهيكلي بيتكون من ايه، وعايزين نشوف وظيفته، وبعد كده نبدأ ان احنا نشوف كل مكون من مكونات الجهاز الهيكلي. فبص كده، ده كده مفصل الركبة اللي هو اكبر مفصل موجود في جسم الانسان، اكبر مفصل، مفصل في جسم الانسان اللي هو مفصل الركبة. لو جينا نبص كده عليه هنلاحظ انه بيتكون من عظم، يعني ده كده عظام، دي اسمها عظمة الفخذ، ودي اسمها عظمة القصبة، ودي اسمها عظمة الشظية. طيب العظام دي علشان تتحرك أو علشان تنتقل من مكان لازم إن هي تكون مرتبطة بعظام تانية، وبالتالي اللي بيربط العظام دي هي الأربطة، يعني ده كده اسمه رباط وده اسمه رباط، يبقى ده كده تاني مكون معايا وهو الأربطة، يبقى دي كده الأربطة. طيب بيكون في هنا مثلا عضلة، العضلة دي بتمسك في العظمة دي اللي هي عظمة الرتفة، تمام. بس اللي بيربط بقى العضلة بالعظمة مش بتبقى الأربطة، لأن الأربطة هي اللي بتربط ما بين العظام وما بين بعضها، لا، لكن اللي بيربط ما بين العضلات وبعضها هي الأوتار. طيب العظام دي بتفضل إن هي تتحرك وتروح وتيجي فوق بعضها، وبالتالي احنا عندنا العظم ده بيكون نسيج صلب والعظم ده بيكون نسيج صلب. لو الاتنين عمالين يروحوا ويجوا على بعض كده هيبقوا عاملين زي الحديد اللي رايح جاي على بعضه، وبالتالي في الحالة دي هيحصل ما بينهم احتكاك ويحصل ما بينهم تآكل. علشان كده لازم نحط ما بينهم مادة مرنة، مادة عاملة زي الجلد كده تقلل التآكل ده. مين بقى اللي بيكون ليه دور في الموضوع ده كله؟ هو الغضاريف، يبقى دي كده الغضاريف. طيب تمام، طب وده كله على بعضه احنا قلنا اسمه ايه؟ اسمه مفصل. هدي بقى كلها مكونات الجهاز الهيكلي. احنا عندنا الجهاز الهيكلي ده بيتكون من 5 حاجات. ايه هما ال5 حاجات اللي بيتكون منهم؟ اول واحدة قلنا عليها العظام، وتاني واحدة اللي هي الاربطة اللي بتربط العظام ببعضها، وتالت حاجة اللي هي الاوتار اللي هي بتربط ما بين العضلات والعظام، ورابع حاجة اللي هي الغضاريف، وخامس حاجة اللي هي المفاصل. بس خلي بالك بقى، العظام دي كلها بتتحد مع بعضها وتديني المنظر اللي انا شايفه ده اللي هو الهيكل العظمي، الهيكل العظمي. يعني خلي بالك ان في حاجة اسمها جهاز هيكلي. الجهاز الهيكلي ده بيتكون من 5 مكونات وهم العظام والأربطة والأوتار والغضاريف والمفاصل. العظام لوحدهم بس عددهم 206 عظمة بيكونوا لي حاجة اسمها الهيكل العظمي. يبقى أول حاجة هندرسها في الجهاز الهيكلي هو الهيكل العظمي اللي هم كام؟ 206 عظمة. يبقى أنا دلوقتي معايا أول مكون من مكونات الجهاز الهيكلي هو الهيكل العظمي. طيب تمام، أدي كده الهيكل العظمي اللي قدامي. أول ما هبدأ أدرس أنا معايا 206 عظمة، 206 عظمة، أول ما هبدأ أدرس أدرسهم هبدأ أقعد أمسك عظمة عظمة كده وأفضل ماشي فيهم؟ لأ طبعا، أنا لازم مبدئيا كده في الأول أمسك العظم ده وأقسمه. فالعظم اللي بيكون باللون الأصفر اللي موجود في المركز ده جمعته موجود في مركز الجسم، أهو بص كده موجود في مركز الجسم، جمعته وقلت عليه الهيكل العظمي المحوري. إنما الهيكل اللي بيكون موجود على الأطراف ده أهوت، أطراف من فوق أهوت وأطراف من تحت، قلت عليه الهيكل العظمي الطرفي. يبقى أنا معايا هيكل عظمي محوري وهيكل عظمي طرفي. طيب الهيكل العظمي المحوري بيشمل 3 حاجات وهم الجمجمة أهيت، أدي الجمجمة أهيت، وتاني حاجة اللي هو القفص الصدري، القفص الصدري، وتالت حاجة اللي هو العمود الايه؟ ادي العمود الفقري.
طيب الجمجمة دي عندنا بتتكون من كام عظمة؟ بتتكون أو بتحتوي على 29 عظمة، والقفص الصدري ده المفروض إن هو بيحتوي على 7 أو بيتكون من 37 عظمة، تمام. والعمود الفقري ده بيتكون من 26 عظمة. بس خلي بالك بقى، من ضمن مكونات العمود الفقري الفقرات الصدرية أو الفقرات الظهرية اللي عددهم كام؟ 12 فقرة. فانا كده حسبت الفقرات الظهريه مرتين، يعني مره حسبتهم في العمود الفقري ومره حسبتهم في القفص الصدري. بس انا قلت لك 37 عشان خاطر لو جالك سؤال اختياري هيقول لك كم عدد العظام اللي بيتكون القفص الصدري، تقول لي 37. لكن احنا دلوقتي عشان بس احنا بنشرح وبنعد العظام، هم المفروض يكونوا كام؟ المفروض هنقول عليهم 25 عظمه بس. ليه؟ لان المفروض ال 25 عظمه بتوع القفص الصدري هزود عليهم ال 12 اللي هم اصلا تبع مين؟ تبع العمود الفقري، اللي هم اصلا تبع العمود الفقري. يبقى احنا نركن ال 12 دول دلوقتي ونخليهم على جنب. طيب نيجي نعد عدد عظام الهيكل العظمي المحوري، اللي هم 29 في الجمجمه و25 في القفص الصدري و26 في العمود الفقري، ونيجي نحسبهم هيطلعوا لنا 80 عظمه. يبقى كده الهيكل العظمي المحوري ده بيتكون من 80 عظمه. طيب الهيكل العظمي الطرفي كله على بعضه فاضل كده 206 ناقص 80 يديني 126. يبقى الهيكل العظمي الطرفي ده بيحتوي على 126 عظم. طيب نمسك بقى اول حاجة معانا، وهو الهيكل العظمي المحوري. اول حاجة معانا الهيكل العظمي المحوري اللي بيتكون من ايه؟ بيتكون من الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري. تعالى نمسك اول حاجة معانا وهي الجمجمة. يبقى تعالى كده نجيب مع بعض كده ايه الجمجمة. ادي صور الجمجمة، ماشي. الجمجمة بتنقسم الى جزئين، يعني لو انا جيت قسمت الجمجمة كده هقسمها لجزئين، جزء بيكون خلفي، جزء خلفي وجزء امامي. بص، الجزء الامامي ده بنقول عليه عظام الوجه، عظام الوجه. ليه؟ لانه الوجه اهو، ده كده الوجه، عظام الوجه عددهم كام؟ عددهم 14 عظمة، عددهم 14 عظمة، عظام الايه؟ الوجه. بتشكل طبعا موضع او مواضع اعضاء الحس، يعني مثلا بيكون في هنا العين، بيكون في هنا الفم، الانف، بيكون هنا في الاسنان، فدي كلها اسمها ايه؟ مواضع اعضاء الحس. دي اعضاء الحس وهي اللي بتشكل مواضع ايه؟ اعضاء الحس. يبقى ده الجزء الايه؟ الجبهي. بس خلي بالك ده الجزء الامامي او عظام الوجه عددهم 14 عظمة. العظمه اللي موجوده ده اهي اسمها اللي اسمه العظم الجبهي. العظم ده اهو، ده مش تبع عظام الوجه، عشان خاطر لو جابها لك رسمه في الاختياري يبقى تخلي بالك العظمه دي تبع العظم الخلفي. العظم الخلفي ده بيكون مع بعضه كده صندوق عظمي. الصندوق ده وظيفته انه بيحمي الجمجمه، بيكون حاجه اسمها الجمجمه، بيحمي المخ من الداخل، يعني جوه هنا كده بيكون فيه المخ، فممكن نقول عليه العظم المخي. يبقى المخي هو الخلفي. وخلي بالنا العظم ده، الجزء ده الازرق ده اهو تبع العظم المخي، عشان خاطر لو جابه لنا في سؤال. طيب عدده كام؟ بيكون عدده 8. عدد عظام الجزء الخلفي او المخي 8 عظام، والجزء الوجهي او الامامي 14 عظمة. بص بقى، كل عظام الوجه بتكون غير متحركة، كل عظام الوجه بتكون غير متحركة ما عدا الفك اللي تحت ده اللي باللون الاخضر ده، ده اسمه الفك السفلي، ودي العظمة الوحيدة اللي موجودة في الجمجمة بتتحرك. العظمة الوحيدة اللي بتتحرك ليه؟ عشان خاطر نتكلم وعلشان خاطر ناكل. احنا لما نيجي ناكل بنمضغ، عشان نمضغ لازم نحرك الفك السفلي، وبالتالي كده الفك السفلي ده هو العظمه الوحيده في عظام الجمجمه كلهم اللي بتتحرك. طب انت كده معايا 14 و8، يبقى كده 22 عظمه، فاضل كده 7 عظام. ال7 عظام اللي بعد كده اسمهم عظميات السمع. في عندنا 6 عظام اسمهم عظميات السمع، عظميات يعني تصغير عظمة، عظميات السمع. وفي كمان عظمة اسمها العظم اللامي،